مالوريزمون معناتها عندنا في ان بتي ماتش نول هنا معناتها كونتر ليكيب نيجيريان الور اللي فزنا عليها هذاك ما عملنا ماتش مش مزيان. نفس الشيء معناتها الماتش اللي عملناه في الكوت ديفوار ما كانش في مستويات المنتظره من طرف الجماهير ولا من طرف حتى اللاعبين ولا من طرف الاطار الفني. انهزمنا مالوريزمون فهمتني ضروري معناتها الماتش هذا يلزمنا نعملوا ان بون رياكسيون ونكونوا مجهزين وفهمتني ضروري مع ثلاثة نقاط لان هدف مقابل صفر يرجع نتعداو في المرتبه الاولى. او هدفين غيابكم راه مؤكد معناتها في كل ماتش باش تلقى بعض الغيابات هذا او ذاك او ذاك لكن نتعاملوا مع الوضع وفما شكون يعوض كومارا وكومارا كان غايب يمكن ثلاثة او اربع اسابيع ما خلاش فراغ ما حسيناش كله فراغ ولو كومارا معناتها لاعب مهم معناتها في الفريق لكن ديما انا نقول المجموعة هي اللي لازمها تتعامل مع المباراة الافراد هامين لكن اذا مش موجودين نتعاملوا معها كمجموعه باش نغطيوا الثغره اللي خليها اي لعب. لا 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 فزنا في المقابله الاولى 5-2 كونتر في الرباط وانت تعرف معناتها خاصه انك تلعب من ملعب الى ملعب معناتها تغير عليك لي ريبير نتاعك وتغير حتى كما نقولوا الاجواء تتغير معناتها. معناتها كان جينا نلعبوا في كازا ممكن الاولاد متعودين بالكازا متعودين يعرفوه يعني شبر شبر ونقطة نقطة كما قال قدافي زنك زنك فهمتني قلت له تغير انت كل مرة في مكان بطبيعة حال الريبير ينقصوا راها ويلزمك تعود باش نفس الريبير اللي كنت متعود عليهم تلقى على كل معناتها فزنا في مباريات في الرباط مش صحيح معناتها كون ما فزناش وان شاء الله معناتها الماتش هذا معناتها ناكدوا الجدارة والمقدرة نتاع المجموعة هذا هو.